بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احتمال اخواني في الله، هذا المسجد هو مسجد قرب 14 احمد. هذا المسجد هو مسجد فداء، اول مسجد بني في الاسلام بعد المسجد الحرام. ركز على المعلومة دي، اول مسجد بني في الاسلام، في الاسلام. اما اول مسجد وجد في الاردن والمسجد أما أول مسجد بني هذا المسجد مسجد إباء، لأجل ذلك له مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، له مكان عند النبي محمد. الصحابة لما هاجروا هاجروا قبل النبي، فلما وصلوا إلى هذا المكان، وهذا المكان يسمى أحبابي قبيلة عمرو بن عوف، قبيلة بني عمرو بن عوف. وصلوا إلى هنا الصحابة، فمن أدب الصحابة ما أرادوا أن يدخلوا قبل النبي محمد. الصحابة لأدبهم ما أرادوا أن يدخلوا المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثوا هنا ما يقرب من 4 أيام حتى وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا المسجد له مكان عند رسول الله، كان يأتيه ماشيا صلى الله عليه وسلم، وقالوا مشيا من هنا إلى المسجد الحرام حوالي نصف ساعة، وكان يأتيه النبي راكبا. بعض أهل العلم قالوا كان يأتيه راكبا في الشتاء للمطر وغير ذلك، وكان يأتي صلى الله عليه وسلم يأتيه ماشيا صلى الله عليه وسلم في الصيف صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أمر فيه. صلينا على سيدنا رسول الله. كان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم سبت، يأتي يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم. جعل النبي له فضل مميز عن سائر المساجد. أي فضل يا حبيب؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ أو من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، اللي هو ربنا أكرمنا وصلنا إليه الآن يا حبيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ وأتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، ركعتين كان له أجر عمره. يعني وأنت داخل بعد الركعتين أقول الحمد لله الذي وفقني لأجر عمرة. حتى رواة الحديث ابن حجر يقول: كنا نرى النساء والعجائز والأطفال والشباب وأصحاب الأعذار كانوا يأتون إلى هنا. ليه؟ لأن المسافة من هنا إلى مكة بعيدة جدا، حوالي 450 كيلو أو 470 كيلو عشان يحصلوا على عمرة. فكانت النساء يتسابقن ويأتين هنا من آن إلى آخر ليفوزوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجد قباء، من تطهر ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة. نسأل الله ألا يحرمنا فضل ذلك. أول من أما الصحابة فيه صحابي كان لا يتجاوز 10 سنوات، اللي هو سالم مولى أبي حذيفة، كان من أحسن الصحابة، قد أعطاه النبي وسام الشرف في القرآن الكريم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن 4، رقم 1 عبد الله بن مسعود، رقم 2 إمام هذا المسجد سالم مولى أبي حذيفة، رقم 3 أبي بن كعب، رقم 4 معاذ ابن جبل رضوان الله عليهم، أخذوا الإجازة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المسجد اختصارة للكلام كان النبي يأتيه يوم السبت، كان يأتيه ماشيا أو راكبا. فضله من يصلي فيه ركعتين كان له أجر عمرة بإذن الله رب العالمين. ذلك إلى أن مات النبي محمد وهو يأتي إلى هذا المسجد الذي كما قلنا هو أول مسجد في الإسلام، يعني في شريعة النبي محمد. أما أول مسجد وجد على الأرض اللي هو المسجد الإيه؟ الحرام. أحباب إخواني في الله، أسأل الله ألا يحرمنا من زيارته في كل عام، وأن يوفقنا ربنا تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.